بسم الله الرحمن الرحيم. واحنا بنشتغل كتير بنحتاج الأريز في شغلنا. لو أنا دلوقتي مثلا عايز أحط درجات للطلاب وعندي 1000 طالب، هل أنا هروح أعرف 1000 فاريبل؟ لا، الكلام ده مش هينفع طبعا، فبروح أعرف أريز سايز بتاعها 1000. فالأري دي أنا بحتاجها لما بعوز أكسس داتا كبيرة من نفس الداتا تايب، كلهم انتجر أو كلهم فلوت وهكذا. وزي ما انت عارف ان الاري سيكوينشال داتا ستراكشر. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي اري بالشكل ده فيها 5 عناصر، ال11 وال9 وال17 وال14 وال19، ومعرفة على انها انتجر، والانتجر بياخد 32 بت من الميموري، يعني بياخد 4 بايتس. فلو انا مخزن اول element في الادرس 100 في الميموري، فهيبقى اللي بعده اكيد 104، واللي بعده هيبقى 108، واللي بعده هيبقى 112، واللي بعده هيبقى 116 وهكذا، لأن زي ما اتكلمنا إن المابس بايت ادريسابل. وعشان اكسس كل element في الاري بيبقى عندي الاندكس. الاندكس ده بيبدأ من 0، فالاليمنت 11 الاندكس بتاعه 0، والاليمنت اللي بعده الاندكس بتاعه 1 وهكذا. يعني انا لو جيت قلت array of 3، فهيروح يجيب اللي متخزن في الاندكس 3 اللي هو 14. وفي حاجة بديهية جدا، طالما الاري دي بتتخزن ورا بعض في الميموري، فلو انا عارف الادرس بتاع اول element في الاري اقدر اوصل لاي element فيه. مثلا لو انا عايز اوصل لده، ده الادرس بتاعه 112. 112 دي جت منين؟ اول element الادرس بتاعه كام؟ الادرس بتاعه 100. الاندكس بتاع 14 اللي انا عايز اوصل له ده كام؟ 3، يبقى 3. طيب كل element في الاري متخزن في كام بايت؟ 4 بايتس، يبقى فيه 4، فهتلاقي الناتج 112. فانا كده لو معايا الادرس بتاع اول element في الاري اقدر اوصل لاي element في الاري انا عايزه. الادرس بتاع اول element في الاري بيبقى اسمه البيز ادرس. البيز ادرس ده اللي عن طريقه اقدر اوصل لاي element في الاري. فلو انا عايز اجيب الادرس بتاع الاندكس اي، يعني اي اندكس في الاري، بيجي ازاي؟ البيز ادرس زائد الاي، ده قيمته كام؟ في 4، لان الداتا تايب اللي انا معرفها منه اللي هو انتجر بياخد 4 بايتس. فلو انا عايز اوصل لده مثلا، فهيبقى البيز ادرس عندي هنا ب100، الاندكس بتاع 19 هو 4، يبقى 4 في 4 بايتس يبقى 116. ده بيكون شكل الاري في الميموري. زي ما قلنا ان هي سيكوينشال داتا ستراكشر، فهي بتتخزن ورا بعض في الميموري، الاندكس 0، بعد كده الاندكس 1، بعد كده الاندكس 2 وهكذا. ودي الادريسيز مثلا، فلو ده متخزن في الادرس 0، يبقى اللي بعده 4، يبقى اللي بعده 8، يبقى اللي بعده 12 وهكذا. وزي ما قلنا ان البيز ادرس ده هو الادرس بتاع اول element في الاري، يعني ده كده بالنسبة لي البيز ادرس اللي عن طريقه اقدر اوصل لاي element في الاري انا عايزه. تعال نتخيل ان احنا عندنا الكود ده بيعرف array من 5 elements واداها القيم بتاعتها. لو جيت عملت حاجة زي كده cout، بعد كده اديته اسم الاري، وبعد كده عملت end line ودوست run، هلاقيه طبع لي ده ايه ده؟ بيفكرك بايه ده؟ ده شكله ادرس لانه مطبوع بالهكسا ديسمال. قلنا ان احنا لما بنتعامل بالهكسا ديسمال غالبا بتبقى في الادرسيز. طيب تعالى نعمل حاجة تانية، نطبع الادرس بتاع الاندكس 1 اللي هو تاني عنصر في الاري، ونحط هنا علامة الادرس ونطبع، هتلاقي ان ده متخزن في الادرس 140، يبقى اللي بعده بكام؟ 144، لانه بيزيد عنه ب4. طيب لو جينا نجيب اللي بعده اكيد هيزيد عنه بايه؟ ب4 برضو، فهتلاقي ده متخزن في الادرس 40، اللي بعده 44، اللي بعده 48 وهكذا. تعالى دلوقتي بقى نطبق الكلام ده بشكل عملي. احنا قلنا قبل كده ان الكود بتاعنا بيكون متقسم لديتا سيجمنت بيبقى فيه الفاريابلز بتاعتنا، وبيبقى عندي تكست سيجمنت ده اللي بكتب فيه الكود. فتعالى هنا نقول له دوت داتا، ده الداتا سيجمنت، وتعالى نعرف فيه الاري اللي احنا اتكلمنا عليها دي. اول حاجة ممكن ادي الاري دي ليبل، اسميها اري مثلا عشان اقدر اتعامل معاها بعد كده. طيب الاري دي هعرفها من داتا تايب ايه؟ هعرفها من داتا تايب اسمه وورد، عشان كل فاليو فيها يبقى عبارة عن ايه؟ 32 بت، كأنها انتجر يعني، لان الانتجر بياخد 32 بت.
بعد كده تعالى نحط الفاليوز بتاعتها 11 و9 و17 و14 و19، وبعد كده تعالى نعمل اسمبل ونيجي نبص هنا في الداتا سيجمنت. هتلاقي اول ادرس عندي اللي هو 110000 بالهكسا ديسيمال في 11، اللي بعده بيزيد عنه ب4 9، اللي بعده 17، اللي بعده 14، اللي بعده 19. دي كده الاري اللي انا عرفتها. طيب البيز ادرس بتاع اول اليمنت كام؟ هتلاقيه هنا 0x110000. عن طريق الادرس ده اقدر اوصل لاي اليمنت عندي في الاري. وتعالى نعمل دوت تكست، ده التكست سيجمنت بتاعي اللي فيه الكود. المفروض وانا بكتب الكود بالاسمبلي ياخد شكل زي كده، ان انا اقسمه جزء للديتا لو عندي variables متعرفة في الميموري، ودوت تكست اللي هو بقى ايه الكود ذات نفسه بتاعي. دلوقتي انا عايز اتعامل مع الاري دي، فاول حاجة لازم الود البيز ادرس بتاعها في ريجستر عندي. البيز ادرس هنا عندي كام؟ 0x110000. تعالى نكتبه قدامنا كده عشان ايه ما نتلخبطش. فتعالى نعمل هنا، نقوم قايلين البيز ادرس هو عبارة عن 0x110000. عايزين نلود الادرس ده في ريجستر عشان نقدر نتعامل مع الاري دي. الادرس ده طبعا عبارة عن 32 بت، فعشان نعمل له لود زي ما اتكلمنا قبل كده بنستخدم لود ابر immediate وبعد كده اول. طيب تعالى نقوم قايلين له لود ابر immediate، بعد كده الريجستر تعالى نخزنه مثلا في S0 ونديله الجزء الابر ده. طبعا هيكمل باقي بصفار لحد ما اعمل اوري، بس انا لما اجي اعمل اوري في المثال ده هعمل له اور مع زيرو فملهاش لازمة، بس عشان ما نتلخبطش بس هنعمل اوري دولار ساين اس زيرو دولار ساين اس زيرو بعد كده 0x0000 اللي هو بقية الادرس ده. طبعا السطر ده ملوش لازمة، يعني احنا ممكن نستغنى عنه لانه هيعمل اور مع زيرو ملهاش لازمة، لكن لو كان الادرس ده مثلا 4 فكنت لازم اعمل اوري مع ايه 4. تعالى نخليه زيرو ونشيل ده لان ملوش لازمة في المثال ده فقط. تعالى نعمل اسمبل وبعد كده جو ونروح للريجستر، هتلاقي بالفعل الادرس ده بقى في الميموري. طيب لو انا مثلا عايز اخد ال11 دي واجمع عليها 5، اجمع عليها قيمة مثلا، فمحتاج اول حاجة الود ال11 دي من الميموري وبعد كده اشتغل عليها. فانا هاجي هنا اقوم قايل له لود وورد، بعد كده عايز تحطها في ريجستر اسمه ايه S1 مثلا. طيب البيز ادرس بتاعك هو مين؟ انا مخزن البيز ادرس في دولار ساين S0. طيب هتجمع عليه اوفست كام؟ لو انا عايز اروح لاول element فهجمع عليه 0. ليه؟ لان لما اجمع الرقم ده 0 هيوديني للادرس ده اللي هو الادرس بتاع اول element. طب لو كنت عايز اروح للي بعده اجمع عليه كام؟ اجمع عليه 4. طب لو كنت عايز اروح لل17 اجمع عليها 8. طب لو كنت عايز اروح لل14 اجمع عليها 12 وهكذا. فدلوقتي مثلا تعالى ناخد ال11 دي ونجمع عليها 10، فهجمع البيز ادرس 0 عشان يفضل نفسه، فكده انا معايا ال11. ال11 دي اتخزنت دلوقتي في الريجستر اللي هو دولار ساين S1. طالما الفاليو بتاعتي بقت في الريجستر اقدر اعمل عليها بقى اي شغل انا عايزه. يعني مثلا ممكن اقوم قايل له اد اي دولار ساين S1 دولار ساين S1 10، كده انا هجمع عليها كام؟ 10. تعال نرن الكود ده كده ونشوف هل هيعدل في الميموري ولا لا. وتعال ندوس جو. لو رحنا هنا للميموري وتعال نقرا الديسيمال هتلاقي 11 زي ما هي. ليه 11؟ لان انا عملت لود للقيمه في الريجستر وعدلت في الريجستر. المفروض بعد ما اعدل في الريجستر اروح اكتبها في الميموري تاني لو انا عايز اعدلها. فهستخدم انستراكشن اسمه ستور وورد. القيمه اللي انت عايز تخزنها في الميموري دي متعانه في اني ريجستر؟ احنا دلوقتي عينينها في S1. طب عايز تكتبها فين في الميموري؟ اكتب البيز ادرس. انا مثلا عايز اكتبها مكان ال11 فنفس الادرس بتاع ال11، فادي الادرس اللي احنا كنا مستخدمينه قبل كده. طبعا ممكن اكتبها في اي مكان عايزه في الميموري، مش لازم اكتبها ايه هنا، بس عشان احنا بس الانستراكشن بتاعنا كان بياخد اول element في الاري ويزود عليه 10. المفروض دلوقتي بعد ما نعمل اسمبل وجو نيجي في الميموري نلاقيها بالفعل اتكتبت كام؟ 21. يبقى الاربعه انستراكشنز دول بيكافئوا حاجه زي كده، array وفي الزيرو بيساوي array وفي الزيرو زائد 10. تعالى مثلا نعمل نفس الكلام بس على التسعة، فاحنا عايزين نأكسس الحاجة اللي بعدها.
فتعالى نقول الري اوف واحد مثلا بتساوي الري اوف واحد، تعالى نخليها المرة دي مثلا ناقص 3، نطرح 3 من الرقم. فأول حاجة هلود البيز أدرس. البيز أدرس احنا كنا عاملين له لود قبل كده في الريجستر S0 وما تعدلش، فأنا مش محتاج السطر ده كده. بعد كده هلود الوورد اللي متخزنة في الأدرس كام. أنا دلوقتي معايا البيز أدرس ده، لو أنا عايز أجيب الإليمنت اللي بعده اللي هو 9 المفروض أجمع عليه 4، فتعالى نجمع عليه كام؟ 4. وبعد كده نقوم قايلين له add i سالب 3، ونخزن الكلام ده فين بقى؟ احنا عايزين نخزنه بدل التسعة، يبقى بدل الادرس بتاع التسعة، يبقى هاجي هنا اقوم كاتب له 4. تعالى مثلا نعمل assemble وبعد كده جو، هتلاقي بالفعل التسعة بقت 6. طيب دلوقتي بقى لو انا بشتغل على array كبيرة وليكن فيها 1000 element، هل انا بقى هقعد اكرر التلات اربع سطور دول كل شوية؟ لا، البرنامج بتاعي هيبقى كبير كده جدا. فلما كان بيبقى عندنا array وعايزين نأكسس كل الإيلمنتس اللي فيها كنا بنستخدم loop. مثلا لو أنا عندي كود زي ده بيعرف array size بتاعها 5 وبيحط فيها الإيلمنتس دي، وبعد كده هيعرف variable اسمه sum بيساوي 0 وعايز يجمع الإيلمنتس اللي جوه الأري. لو جيت تجمعهم هتلاقيهم 70، فاحنا عايزين نجمعهم ونحط الناتج في sum. فهعمل loop يبدأ من 0 لأن الإندكس بتاع الأري بيبدأ من 0، وبعد كده يقف عند أقل من 5 وكل مرة يزود الإندكس، وفي كل مرة يجمع الإليمنت اللي هو واقف عليه على الصم. ده البرنامج اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي. أول حاجة عرفنا الأري بالشكل ده، بعد كده عايزين نلود البيز أدرس، فعملنا لود أبر إيميديت واحتفظنا بالأدرس ده في الريجستر اللي هو S0. بعد كده عشان أعمل لوب ده لازم أعرف الفاريبل اللي هو اسمه I، فتعالى مثلا نيجي نعرف الI نحطها في دولار ساين S1، والاي دي المفروض تبدأ من 0. هتلاقي كمان ان انا محتاج فاريبل اسمه صم اخزن فيه الناتج، فتعالى مثلا نيجي نقوم قايلين له دولار ساين S2 هنخزن فيها صم وهنبدأها بزيرو، وتعالى نعمل الاتنين انستراكشنز اللي بيعملوا الكلام ده. فهنيجي نقول له اد اي بعد كده دولار ساين S1 دولار ساين 0 0، كده انا حطيت في الاي 0. نفس الكلام عايزين نحط في الصم 0 والصم متخزنة في دولار ساين S2. طيب اللوب ده هيقف امتى؟ لما اوصل للخمسة، وبالتالي لازم احط الخمسة دي كمان في ريجستر عشان اشتغل عليه. فهاجي هنا واقوم قايل له مثلا دولار ساين S3 هنخزن فيها الخمسة دي، ونيجي هنا ناخد الانستراكشن ده ونخليه في دولار ساين S3 في الخمسة. يبقى كده احنا جهزنا اللوب بتاعنا. تعالى بقى نعمل اللوب. فنيجي هنا نعمل ليبل اسمه لوب، وبعد كده جي لوب. كده انا عرفت اللوب. لازم بعد كده اول حاجة اعملها احط الكونديشن اللي هيخرجني من اللوب ده. كان الكونديشن ان اي اقل من 5، قلنا اقل من دي بنعملها بست للزان. فهنيجي نقول له سيت للزان، بعد كده الاتنين ريجسترز اللي انت عايز تقارنهم الاي والخمسه. الاي احنا مخزنينها في دولار ساين S1، والخمسه احنا مخزنينها في الريجستر دولار ساين S3. طيب ناتج العملية بقى هتحطه فين؟ تعالى كده نحطه مثلا في أي ريجستر وليكن تمب ريجستر، فتعالى نقول دولار ساين تي نود مثلا، ممكن تستخدم أي ريجستر يعجبك. بعد كده عايز أشوف الشرط ده بترو ولا فولس، فهاجي هنا أقوم قايل له برانش إيكوال وهتشيك على الفولس. لو فولس أخرج بره اللوب، يعني لو أي مش أقل من 5 هنا هيبقى 0، فلو دي بتساوي 0 أخرج بره اللوب. فهاجي هنا أتست الكلام ده، لو الكلام ده حصل، لو تي نود بتساوي دولار ساين 0، اعمل مثلا برانش الليبل اسمه دان، والليبل ده تعالى نعرفه بره اللوب خالص، لازم يكون بره اللوب عشان انا عايز اخرج بره اللوب. كده انا جهزت الاري والفور لوب. المفروض بقى جوه الفور لوب ايه؟ انفذ الانستراكشن ده اللي هو اول حاجه اجيب اري اوف الاي، فلو اي بزيرو يجيب اول element، لو اي بواحد يجيب تاني element، وهكذا. طيب الاري دي متخزنه فين؟ متخزنه في الميموري، فلازم اول حاجه اروح اقرا الكلام ده من الميموري. طيب زي ما قلنا لو انا في الاندكس اي وعايز اجيب اري اوف اي، اجيب الموضوع ده ازاي؟ بجمع البيز ادرس على اي في 4. الضرب في 4 دي حاجه سهله، ممكن اعملها بشيفت لوجيكال ليفت بمقدار 2، فيضرب في 2 اس 2 يبقى كده ايه؟ 4. وبعد كده اخد الناتج بتاع ده واجمعه على مين؟ على البيز ادرس، يقوم موديني للاليمنت اللي انا عايزه. تعالى دلوقتي نعمل الخطوة دي. اول حاجة الاي دي هقوم ماسكها ضاربها في 4،
اي انا مخزنها في دولار ساين اس واحد، فتعالى نعمل شيفت ليفت لوجيكال للريجستر اللي هو دولار ساين اس واحد بمقدار 2 عشان يضربوا في 2 اس 2 اللي هي ب4. طب هتخزن الناتج فين؟ لو خزنت الناتج في دولار ساين اس واحد كده انت ضيعت الاي، والاي دي انا محتاجها بعد كده. فتعالى مثلا نخزن الناتج في دولار ساين تي زيرو اللي هو تمب ريجستر. كده انا حسبت دي وخزنتها في تي نود، ناقص بقى اجمع عليها البيز ادرس. فهقوم جاي هنا قايل له اد، عايز اجمع مين ومين؟ البيز ادرس. طب البيز ادرس انا مخزنه في الريجستر اللي هو اس زيرو، فتعالى هنا نقول اجمع اس زيرو على الناتج بتاع ده. الناتج بتاع ده انا مخزنه في تي زيرو. طيب هتخزن الناتج فين؟ لو انت خزنته في دولار ساين اس زيرو كده انت ضيعت البيز ادرس، وانا محتاج البيز ادرس بعد كده، مش محتاج اضيعه. فتعالى مثلا نخزنه في تي نود زي ما هو، عشان الادرس كده بتاع الكرنت اليمنت يكون متخزن في تي نود. كده انا معايا الادرس ده، المفروض بقى ايه؟ اروح اقرا الكلام ده من الميموري واخزنه في ريجستر. انا معايا الادرس، فخلاص هروح للميموري اقول لها هاتي الداتا بتاعت الادرس ده. فهاجي هنا اقوم قايل له لود وورد، عايز تلود الداتا دي في انهي ريجستر؟ تعالى مثلا نخزنها في اس 4 مثلا يعني. طيب الادرس بتاعها كام؟ ده الادرس دلوقتي المفروض اجمع عليه كام؟ اجمع عليه 0، لان في كل مره انا بحسب دي. فانا كده معايا الادرس بتاع الكرنت اليمنت عايز احافظ عليه، فهجمع عليه 0. تمام كده انا معايا الداتا متخزنه في الريجستر اللي هو اس 4. بعد كده عايز اخد الداتا دي اجمعها على الصم، الصم انا مخزنها في الريجستر اللي هو اس 2. فهنيجي نقوم قايلين له اد صم الجديده بتساوي صم القديمه زائد الداتا اللي انا قريتها اللي هي دولار ساين اس 4. لو وقفت لحد هنا الكود بتاعك هيدخل في انفينيتي لوب. ليه هيدخل في انفينيتي لوب؟ لان اي على طول هتكون بصفر، وصفر اقل من الخمسة. فزي ما قلت لك ما تنساش تعمل انكريمنت او ديكريمنت للكاونتر بتاعك على حسب الكود اللي انت عامله. فعايزين نزود على الاي واحد، اي دلوقتي متخزنة في الريجستر اللي هو اس واحد. فهنيجي بعد ما الكلام ده يخلص نقول له الكلام ده اد اي اجمع على الاي كام؟ واحد. المفروض الناتج بتاع الكود ده دلوقتي يكون 70. فتعالى نعمل اسمبل وبعد كده نعمل جو. لو رحنا للريجستر اللي هو اس 2 اللي فيه الصم هتلاقي الناتج بالفعل كام؟ 70. يبقى كده الكود بتاعي اشتغل زي الفل. هنا هيشرح لك بقى شوية اكواد شبيهة بالاكواد اللي احنا عملناها. عرف الري اوف 5 مثلا، فاول خطوة محتاج يعمل لود للبيز ادرس، والبيز ادرس ده كان عبارة عن 32 بت، فعمل لود ابر ايميديت بعد كده اوري عشان ينقل الادرس ده في ريجستر اسمه اس 0، فده كده بقى البيز ادرس بتاعه. وبعد كده اكسس array اوف 0 وضربها في 8، فعمل لود للكلام ده من الميموري بعد كده ضربها في 8، يعني هيعمل لها شيفت لوجيكال ليفت بمقدار 3 عشان كأنه ضربها في 2 اس 3. بعد كده هيعمل ستور عشان يحفظ القيمة. بعد كده هيأكسس الاليمنت اللي بعده عشان يعمل الكلام ده. فده كان البيز ادرس لما جه يجمع عليه اوفست، عشان اول اليمنت جمع 0 انما تاني اليمنت جمع ايه؟ 4. بعد كده بدأ يشرح مثال تاني هيعرف array of 1000. فطبعا لو عندي 1000 اليمنت صعب ان انا امشي عليهم اليمنت اليمنت، فلازم اعمل فور لوب. طيب اول حاجه محتاجها اعرف البيز ادرس، ده البيز ادرس، وبالتالي ده شكل ايه؟ الداتا في الميموري. بعد كده الاري اوف 1000 اللي عرفها دي عايز يمسك كل اليمنت فيها ويضربها في 8، فعمل فور لوب عشان ينفذ الكلام ده. ده شبيه بالمثال اللي احنا عملناه من شويه. انا عايزك تحاول كده مع نفسك في الكود ده وتشوف هل هتقدر تعمله ولا لا، وتجرب على مارس وتشوف الاوتبوت هيطلع ازاي. بس لما تيجي تعرف الاري عشان ما نكبرش الدنيا مننا، ما تعرفهاش اري اوف 1000، مثلا عرفها اري فيها 4 5 عناصر كده واشتغل عليه.